دين النبي، ايه ده كله يا منصور؟ بيت ده؟ دي البيت ودي الضرب زين بقى. اهلا وسهلا. اقدم لك مدام حسنية المستحية اخت الاستاذ منصور بيه. اهلا، تشرفنا. دي مدام اشمئزاز. اهتزاز. دي مديرة البيت بقى، دي ست عظيمة قوي بس ما بتحبش الطبيخ بالهوبا، بتقدم لي دايما الشامبليون اللي هو المستكاب. يا حلاوي، اسمك حلو قوي. ميرسي يا فندم، هوضب لك اوضه حالا. لا خد اختي، هتنام معايا في اوضتي. يا فندم انت ما تتدخليش في حاجه مالكيش فيها، العيله كلها اخوات، كلهم بيناموا جنب بعض. منصور بيه، ما تنساش الميعاد بكره بتاع المعسكر. هو ده الميعاد يتنسي ليه؟ طب ده اللعب هيحلو من بكره، قالي هنام من بدري. يا سيدي بتاع حسنيه بس يجي يقول لاخوك يحطوا حد ايه؟ نعم. انا ما فيش لغه ما بتكلمهاش. شغل الفلاحين ده يا بت. ايوه، مين اللي بينادي على الصبح ده؟ نعم يا سيدي. ايه انت لسه نايم ولا ايه؟ منصور بيه خطوة عزيزة، اتفضل. خير؟ في ايه؟ خير طب. ايه انت اتضايقت ليه كده؟ لا انا ما اتضايقتش، بس اتاخدت شويه، ما حدش بيجيني في الميعاد ده، يا مخبرين يا محضرين يا النسوان اللي عايزين نفقه، وانا ما بحبش حد من دول. اتفضل. يا اخي واحنا مش عندنا ميعاد مع سنية علشان نروح المعسكر؟ ايوه ما هو لسه بدري على الميعاد. بس امتى وهنروح فين؟ لما انا كلمتها في التليفون امبارح واتفقت معاها على المكان اللي هنروح فيه الميعاد. طيب اقول لك ايه؟ عندك اوضه نوم هنا؟ اوضه نوم؟ ايوه. فيه؟ هم قالوا لك؟ ايوه في اتنين. طب اديني واحده منها عشان اريح فيها شويه، انا مش شويه صغيرين بس. انت سهرت امبارح مش كده؟ قول عملت ايه؟ يعني الشغل فلاحين بقى يعني شويه. خش ريح، خش ريح. ما تكسفنيش بقى. معلش خش ريح. بيشقوا والله. وانا دور وخليك جاهز. شفت اخ واخت في اوضاع، استغفر الله.
العظيم، في الدنيا اخ واخت وهم يا لهوي. شوفي يا استعتزاز، الكذب يا اختي خيبي، انا بصراحه مش اخته. امال ايه؟ انا مراته. مراته؟ ايوه، الوحيات قدامي مراته. احنا مدربين بس عشان اتحاد الكوره. اتحاد الكوره؟ ايوه. ماله اتحاد الكوره؟ مش مانعين الجواز. مين اللي قال لك كده؟ الحلواني. الحلواني؟ الله، تنزل معاه. خلي هنا. ايه في ايه؟ صوتك، انا مش عايز اشوفك هنا. ليه بقى ان شاء الله؟ مش هعرف يلعب بكره. ليه يا شيخ؟ ايه؟ اليدين الحلوه دي. انا مستعد اخد فيهم 20 بلم. بلم؟ ده انت اللي بلم. اسمع لما اقول لك يا حاضر، احنا صحيح بتوع فرفاشه وضحك ولعب، لكن المشي البطال ما نحبهوش يا حاضر. عن اذنك. ايه ايه بس؟ هو اللي يشوفك يعرف يلعب. بس. ايه ده؟ ايه ده؟
يا عيني، وقد قدم احد المشجعين لكل لاعب في الفريق تلفزيون ملون، وقدم اخر لكل لاعب 3 بدل ودستة قمصان على الكثير من الملابس الداخلية. ليه بقى؟ هما مين دول؟ لعيبة بقى يا معلم. يا عالم حطوا في عينكم حصوية ملح. انا اعرف ناس حاربت ودافعت عني وعنكم، ولما رجعت محدش حس بيها. اصل اللعيبه دول ثروه قوميه يا معلم. يا جدع صلي على النبي، على النعمه انتوا على مسكه مخكوا فاضي. قريتوا الجرنون؟ اللعيب العيال الجداد بتوعنا دول واحد من التجار. وايه الغريب فيها؟ انت نسيت ان عرايتين الجداد اللي خدوهم اللعيبه بتوعنا لما كسبنا 2-0 يستاهلوه. عليا النعمه دي ما انصرف فشخره على الفاضي. تقدر تقول لي العالم اللي انتهى دي بنت كام جامع ولا كام كنيسة ولا ساعدت كام ملجأ ايتام؟ ليه؟ لازم الحاجات دي ما بقتش لا تلفزيون بيتصور ولا جرايد بتكتب ولا قاعدة مزوقة كده يتباهوا بيها. في بلاد برا عندهم كده برضو يا معلم. هاردونا بلاد برا، بلاد برا ما بلاد برا فيها حاجات زي الزن. يا عالم ده احنا ناس حلوين برضو ولنا تقاليدنا وعاداتنا، مش كل حاجة بقى نقلدها من بلاد برا. عارف يا معلم. بس بقى لا معذب ولا زين، اللي عايز يقعد يقعد، مش عايز يقعد يتوكل. الله، اقعد اطيش جوع. ايوه يا معلم. قال يا سكر. ايوه يا معلم. قفل يا دي التوابع على الطلبات، انا خلاص مخي يقفل وزجل. حقك علينا يا معلم، حقك علينا يا معلم. استغفر الله. ريشة سكر من شريب البيوت على حسابي. ده حشري قوي على فكره. معلش يا كابتن فاروق، ما هو صاحب الفريق بقى. ما قلناش حاجه، بس الواحد ما بنحاش يتحلى معايا على صوره ابدا. يا دوب البنت تلزق في الواحد من هنا وهو يخش بدماغه من هنا يا اخي. ايه في ايه يا اخوان؟ ايه؟ لا ابدا ما فيش حاجه ابدا. ده احنا كنا بنذكر افضال سعادتك وامجاد سعادتك. مظبوط يا فندم مظبوط. هناك اهو. تسمح تمديلي هنا؟ هنا وهنا. هات يا منضلي كاني كمان يا. ميرسي قوي قوي. ليه ميرسي ليه؟ ده انا بمضي. امضي هات يا بنت منضلي كمان. ايه ده ميرسي؟ بقى الجرابيه دول يمضوا وانا ما امضيش، ده انا اللي شاريهم. هلو يا جماعه. ايه ده يا حلواني ده؟ ده انا عليا امضى بقى ملوي حلو. ايه ده؟ مش نافع الحكايه دي يا حلواني بقى. اسمع يا حلوان، لا انت تشوف لك حل بقى. العيال اللعيبه واكلين الجو وبيصوروا مع البنات ومش مفيش حد معبرني. معقول الكلام ده؟ اي والله، البنت بقول لها هاتي المنضله سابتني ومشي. ازاي يعني؟ عشان بيلعبوا كوره؟ طب ما انا يلعب. انا اقلع الجزمه وانزل اطص فيه. لا 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 بلاش تقلع الجزمه، مش هعرف البسها لك تاني. مالكش دعوه باللعبه، انت راجل ليك وضعك. ايه ده؟ انا بكره هقدمك للناس بصوره ما حصلتش. ايه رايك في الجو الجميل ده؟ ده الامم دي، ده كانوا هيتهبلوا علي. لسه لسه. اتقل بقى، خليك كده تقيل. إيه؟ تقيل. ده في حريم النهارده هيسيب الماتش و90 دقيقة هيفضل يبص لك. الحريم؟ اه. ما فين ده؟ انتوا اسكت يا جليلي، اسكت يا مستر جلي. الله يهديك. الراجل ده كل ما يركب معايا يقوم يا حي واكل مني الجو. خلاص خلاص، المره الجايه انا اللي هركب معاك وانا اللي حاكل الجو. اديله اديله
السنة الجاية واللي بعدها يا رب. يعني ممكن ناخد الدوري بالتليفون عادي. بيلي مهو دخلت فين؟ ما كانش ليه حق ابدا ليفا يمسكهم الفانيلا. يعني الحكم يعني لازم يحبيك كام يطنش يا سيدي. يا ما طنشنا احنا على حاجات. طردوا يا سيدي. طردوا اه. طردوا ليه؟ هو الملعب ملك ابوه؟ دي الارض ملكنا والنادي بتاعنا. انا قلت الحكم ده من الصبح مش هيجيبها لبره. انا هغير الخطه، هدافع ب10 واخلي سمسم ساقط قدام. ساقط ايه؟ هو الساقط بينفع؟ الحق الحق. بقى نقوم له مسانيه بقى وتشجع اللعيبه وتسحلها نار. لا 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 راجل بص مجنون مش كده منصور بيه راجل مراقب المباراه اللي بيتفرج النهارده تبعهم بيشجع النادي التاني. يعني فقعنا تقرير ورا تقرير وطلعنا مغلوبين 2-0 من غير ما نلعب. يبقى الحكايه اتحل. ادي الحكم 100 يحكم لك الماتش بحنيه، واذا اديته 200 يفتح لك طريق الوينجات، وإذا زودتهم ل300 يهزم لك الزملكاويه والأهلاوي. أمال إيه؟ ممكن. يا منصور بيه، إحنا الحكام بتاعنا ناس عندهم كرامة. هم صحيح لهم حركات تغيظ وتنقط وساعات بيجاملوا الأندية الكبيرة، إنما كلهم شرفة. يعني إيه؟ يعني تشيل الفكرة دي من دماغك. طب واللي عمله بقى؟ هو مفيش غير حاجة واحدة بس، إلغي الحكام خالص. لازم نعمل ونلعب بحماس شديد، نتنيل على أعيننا وشكلنا. طب ما تتنيلوا. الله، هو أنا مسكتكم؟ حد انتوا قلتوا له احنا عايزين نتنيل ولا قلنا؟ انا قلت لكم لا، اللي عايز يتنيل يتنيل. جاتكم نيله على النيله اللي انتوا فيه ده؟ انتوا منيلين على عينكم ب60 نيله. انا مش قلت لكم تتنيلوا؟ ما حدش اتنيل. لو كنتوا اتنيلتوا كنت اتنيلتوا. صباح الخير يا فندم. في شويه حاجات خاصه بالمصنع احب اعرضها على سيادتك. ما فيش مصنع دلوقتي، ده في حفله كبيره قوي في النادي، ناس هناك امم مستناني عشان تسقف لي وتحييني. على ايه بس يا فندم؟ احنا يا دوبك اتعادلنا. لا مالي، قررت بعد كل تعادل او فوز اعمل حفله، وبعد كل هزيمه نص حفله زي اوروبا. انت رحت اوروبا؟ لا يا فندم ما رحتش. يبقى عمرك ما هتفهم. لما كنت همضي اوروبا انا. الو، ايه انا البيه؟ انا البيه. انا اديني حسنيه يا اختي. ايه خرجت لوحدي؟ ما مدام اهتزاز. هاي خلاص. ليه يضيعوا هما الاثنين ورايحين منهم؟ ايه ده؟ واني مالي؟ اديه ده من فضلك. حسنية؟ شعر عيري؟ ما تفضحيناش، تعالي وراي. اقلع الفنادق. لا ما ينفعش. اخسى عليك يا منصور. اني تضحك عليا وتقول لي اتحاد كوره؟
يا ختك يا حسنيه، يا ختك يا حسنيه. حسنيه، منصور بيه بيتنقل لمرحله جديده في حياته، شهره وفلوس. وانت يا بنتي لازم تقربي المسافه اللي بينك وبينه، عشان كل ما كبرت المسافه بين الست وجوزها هتكون نهايه جوازه. طب اعمل ايه؟ قوليلي. اقلعي الفانيلا. اقلع.